نحن بالبداية من مدة 6 أشهر ونحن نتفاوض مع الروس، وكانت هناك مفاوضات ناجحة وتم الوصول إلى مشروع اتفاق. طبعا مشروع اتفاق لم يوقع، يتمحور حول 3 نقاط: آلية وقف اطلاق النار، والآلية واطلاق المعتقلين، وكذلك فتح المعابر. وطبعا تقدمنا كثير بهالمشروع هذا، لكن نتفاجأ ان الروسي يقطع الاتصالات ويتوقف عن التجاوب معنا بهذا المجال. لنتفاجأ بأن أشخاص ذهبوا إلى حمص يأتون برسالة من رئيس اللجنة الأمنية على ما أعتقد خضور أنه سوف يحرق الريف الشمالي ويقتل وتعود البراميل ويعود القصف ويعود تهديد. يعني صراحة هو دون مستوى الأخلاق ودون مستوى الإنسانية يعني. فنحن اجتمعنا وكان ردنا إن شاء الله تعالى نحن صامدون على الجبهات، وبنفس الوقت اتصلنا مع الروسي، تواصلنا مع الروسي عن طريق المترجم الموجود ضمن هيئة التفاوض، وقلنا له أنه ما هو ردكم على هذا التهديد الذي وصل من النظام. فللأسف كان الرد سلبي، وقال بالحرف الواحد أن منطقة خفض التصعيد سوف تنتهي ب 15 إشباط، وبعد ذلك إن لم تتجاوبوا مع مطالب النظام فإن الحرب بانتظاركم. فأشعرنا بأن هناك مثل تنسيق بهالمجال هذا، وأنه ما يفكر به النظام هو يعني بتنسيق روسي كامل. طبعا أخي الكريم، نحن أستانا هي المنطلق اللي انطلقنا فيه بتفاوض مع الروس، وقال حرفيا الجنرال الروسي أنه نحن دستورنا هو أستاني كونه موقع عليه الرئيس فلاديمير بوتين. ونحن من البداية كان جميع تفاوضاتنا ضمن سقف أستانا، ونحن أستانا اعتمدنا عليه كونه هناك ضامن تركي هو صديق للشعب السوري وهو ضامن عن المعارضة. طبعا نحن بالضامن الثالث نحن لا نعترف فيه ولا نسمح لأنفسنا الاعتراف فيه هو الإيراني، ولا نعتبره إلا عدو ولا نسمح لأنفسنا حتى التحدث معه. فاعتمدنا أن الضامن الروسي يكون عن النظام والضامن الإيراني التركي يكون عنا نحن، وانطلقنا بهالمفاوضات هاي. طبعا نحن اشتغلنا بالمجال الدبلوماسي، ولكن المجال العسكري قمنا بتحصين الجبهات والاستعداد ورفع الجاهزية لمستويات عليا، وكذلك الأمر حصلنا النقاط الرباط، وكذلك حصلنا الجبهة الداخلية. والحمد لله رب العالمين كان في التفاف شعبي قوي على باتجاه الجيش الحر، لأنه هو الجيش الحر هو من سيقوم بصد هذا العدوان، وهو من سيتصدى للميليشيات الإيرانية والأسدية. رسالة للأهالي: أول شغلة نحن نشكر الأهالي لأنه هن كانوا حاضنة قوية، وهن اللي طلعت مظاهرات وطالبت بأنه يكون الجيش الحر هو الممثل الشرعي الوحيد للمنطقة، وهو الحامي البلاد، وهم لم يتخلوا عن مبادئ الثورة. ونشكرهم على هذه اللفتة الكريمة، وإن شاء الله تعالى نكون قد المسؤولية اللي هن حملونا إياها.